اذا رحت اشتكيت الضابط راح يعتبرني جزء من الموضوع، ما راح يعتبرني ضحيه، فبالتالي ما راح يقوم باي اجراء. ممكن ببساطه ان الاجراء يكون علي بالحبس، راح يعتبرها ممارسه للواط. كنت طفل بعمر 13 سنة بالمدرسة الابتدائية، كنت وسيم بيوم من الأيام بالشتاء على ما أذكر، دخلت الحمامات الخاصة بالمدرسة، بعدها دخلوا ثلاث شباب عمرهم 15 سنة 17 سنة، دفعوني بزاوية من زوايا الحمام، بدأوا يمسكون وجهي ايدي جسمي، بديت اصرخ. سمع اطفال اخرين كانوا برا الحمامات وراحوا صاحوا مدير المدرسه، دخل المدير وشاف بعينه وفصل الشباب الثلاثه، فصلهم بس ما بلغ اهاليهم السبب، قالوا انه السبب درجاتهم الضعيفه. بلغني المدير انه اعطيك فرصة ثانية انه هذا الموضوع لا يتكرر، رغم انه انا ما عملت شيء خطأ. هاي المرة كنت 15 سنة، كان صاحب العمل يعاملني بلطف مبالغ بي، كان بالمحل طابق ثاني، طبقة خاصة إلى بي سرير، صعدت حتى بدي انظف، صعد بعدي دفعني على السرير، بدأ ينزع ملابسي، بديت أصرخ، حاولت أبعده بس ما قدرت، كان كلش قوي وأنا كنت ضعيف، فجبت كلاس المي وضربته برأسه، بعدها ابتعد وهربت من المحل. لمدة سنة ما عملت بأي عمل، بقيت بالعطلة الصيفية جالس بالبيت. الحادثة الثالثة محل قريب علينا وعلى بيت العائلة، محل رجال كبير بالعمر قريب 60 سنة، برمضان أصر أنني أفطر بالمحل، أثناء الفطور بدأ يداعب ويلمسني من الرقبة ومن الإذن، وبعدين قرب وحاول يبوسني، أنا انصدمت وبعدته، قلت له عيب أنت رجال مسن كبير بالعمر، هذه الأمور ما تليق بيك. بعدته وغادرت المحل لأن هو ما يقدر يتعارك ويا الشباب. بعد العيد تقريبا بأسبوعين كنت بالبيت والأهل خارج البيت للتسوق، إجا قريب إلي أكبر مني بثمان سنوات، ناداني أجلس قريب عليه، فتح الهاتف وفتح أفلام إباحية، بعدها بدأ يقترب مني، بعدته وحاولت فهمه إنه اللي تريد تسويه مو يمي، ما عندي هاي المواضيع، سكني ميدي، بديت قاومته بس بهلفنا ضربني ضربة كلش قوية على راسي، ما قدرت أقاوم وصار الحادث الاتصال. ثلاث محاولات تحرش بعمر 13 15 و16، بس بالرابعة صار الاغتصاب، وهاي المرة من قريب إلي. اللي حدث دائما يتكرر ببالي أكثر من ثلاث سنوات وما أقدر أنسى الموضوع، أتذكر الحادثة وتأثر على نفسيتي لمدة أيام، بعدها أرجع طبيعي. إيه عندي الشجاعة، عندي الشجاعة أني أشتكي، عندي الشجاعة أن أفصح عن ما حدث وياي، بس الشجاعة مو كافية، إذا رحت اشتكيت بمركز شرطة أنك تعرضت لاغتصاب، أبسط شيء أن الضابط أو مدير المركز راح يضحك عليك ويطبق القانون وياي، بس اللي يطبق القانون مو وياي وما راح يفتهم.